إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة دلالة، أعاذني الله منها وإياكم. سود وذا ولا لي الله دين بركيو إن بيج كدين تنو نستوح ولا لها كتيرة يودد ككل باب لجنا جل صعدا إلى هيد بركيو وأمر كلا إياه كتاب كني أما درسي مسلسل كها إنه بحني لما تكأدو معنا دعوين كودن بيجي لما تكأدون أو شيخة إنه كسوق هذا الني مقالات كني كتاب كسلرا وبحي أحداث النهاية والنهاية العالم، فضيلة الشيخ محمد حسن وعالم سلفية ومحدثة إلهي مارتها بركيو وحين نصو كوبي شيخه إن علامات كهرية آخر زمن أحداث النهاية معناها حياة واحد دعي دونا دماتك أما دعيدوين كدعي دونا دماتك دعيدوين كأدن بي أدونك والنهاية العالم يا دماتك أدونك والصين يعني وانك سوى ترجوني وحين كسو قد جري مركا كتاب كاس وحين سو ان قصدي ان فضيل بن عياد ينكي كل ماي شيخ مقدمة كدب وحكو بلابي وكب بلابي دعدو ينكا وقفك علامات ساعة قورتا ولكل ما ايتهاي مركا لغوه الرئيسي قفكو وقيريوذو مركو قفكو قيريوذو لذلك شيخ وحكو بلابي الهي خير هسي مقدمة كدب وحكو بلابي سكرات الموت أما سكرة الموت، لذلك وحين كتشر مركا جيريدا يقفك السيو لك ولانتو يقفك هدي أي جيريدا سؤوت ما ضعيني تاي ماشا أي كب لابانتو قيامه سو أما علامات قيامه سو إنو قيامه كل وادي قفك جيريدا سؤوت ما ضعبه وقفلان. لذلك وسأل سليمان بن عبد الملك أو أها أمراضي ريباني أمياء أي وحوي دي أبا حازم العالم نكي عالم وين أو علماء السلفية سلف كم ذا هذا أبو حازم الأورنجري أو زاهد أها أو عابدها أي وحوي دي صدى وصوص عري خطيب وقصص عري في تاريخ في تاريخ دي ابن عساكرنا وقصص عري سنة تاريخ دي سه صف صفنا وابن جوزي قصص عري سه شيء خبا ومارتي كتاب كيسة كقري قال وحوي دي يا أبا حازم أبا حازم وأنا عالمة من كان نوع ننمضح لماذا نحب الدنيا بول محان الدنيا ذو شعر الله ونكره الموت وقيرد أن نعبنا دبل هذا الكاردي سؤال وهذا الأرض حمد بدن محان كل هذا الدنيا ذو شعر الله قف لمن الدنيا ذو شعر ربا قف لما ما شعر الله إنه قيريده فقال أبو حازم حولي لأنكم وحا قيرد أن نعبتهم بول والدنيا ذو شعرشين لأنكم إذنكم أداتهم ربني آدم عمرتم دنياكم الدنيا دي النبع عمرتان وخربتم أخراكم آخر دي نينا وخرابسان وحميسان فأنتم تكرهون وحانا عيسان النقلة من العمراني ماشي عمرتان راح هذا كسب زيتين قريها يدمرك يوحولبا إنا أنت كتكتان إلى الخراب مال آني وحبيدين كجوه الرينين إنا آدان الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام لما أنتين سؤال وضع لي إلى هيدين بركيو إنا آدان ميل آني حبيدك قهرين معني هيدو حويان قفكو هدو الدنيا دا مال قشضو الدنيا دا ربعينو تشوفو هداني آخر حبك قهرين موقفكو آخر كدونية لذلك دادك قاردو إما كيني آخرين عبيهين أما يكونين آخر وأنان صنيس لأن حبك قهرين إلا يبحو لمارتي يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا الدنيا دا الموقتة وحياوها موغضة أو قرأ أي معنى قرن كريان بي قرن يا أبو الهيد يعلمون الظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وحيا أدونك إلهي وأبو ري إيا أدونك أن إدى كدن بيسا إيا آخرة حسابتك كدن بي قرن ما ينبلي وهم عن الآخرة هم غافلون لذلك قفكو هدو الدنيا ما القشرة محاخرة كدونية فقال سليمان عبد الملك فما لنا عند الله يا أبو الحازم هذا أردت سداتها هاي وأن الدنيا دي كل جنة آخرنا وحبا ذنبا عني نجاه الرنين محا الدنيا ده محا أخ إلى هيك سنويا له قال وحيلي أبو حازم
أعرض نفسك على كتاب الله، كتابك إلهي نفتا دون برني لا ترى ما لك وحضرك وحكوس ونادي ما لك عند الله عز وجل. مركز كتابك أدو إلهي سوبر دكتور أدا أوغاندونا محا كتابك إلهي تسمحا كويا لا محا سكول. فقال وحلو وأين أجد ذلك يا أبا حازم؟ كتابك إلهي إن أنا سوبر دكتور آيات دايم رسالك كتاب الله حقا كيلي يا قرآنك. قال واحد كتاب لو في قول الله تعالى إلهي هذا الكويدي إن الأبرار كوا بارين تا برغ يا وناغا إلهي درتي أدونك مركي تشوغين وسميي لا في نعيم وحي كسوغنانيان جنة النعيمة يعني لا في نعيم نعموين بكسوغين معناه نعموينك أي كسوغين نعمة الجنة دي بلو كذا وهي كمية هاي جنة وحكة بدنا إلهي وجهي حتى أركانا. وإن الفجار كوي فاجرين تهاي آخره أن وحبسي جيسن لا في جحيم نار جحيمة أي كسكنانية. قال سليمان با وحولي سليمان عبد الملك فأين رحمة الله يا أبا الحزن؟ أبا حزن ورحمة دي إلهي واسع أكاهي قدب كيسة يا شيك أستعمي إلهي رحمة دي سي عردي سي كبض نيد ميضي. قال وحولي إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة دي إلهي وحيوده هيون من المحسنين كوا محسنين تا اي كوا مسيئين تا ومدوا ظالمين تا يا منافقين تا قالوا دو مدوا لكن رحمة الله محيو دودي من المحسنين لبدا ايضا ويسكو معني. فقال سليمان عبد الملك وحوري فكيف عرض على الله تبارك وتعالى غدا سيدي بقى الهي فكيف العرض على الله سيدي بقى الهي مارتي لانه صوب بلغي تبارك وتعالى غدا بري. فقال وحر ابو الحازم سوى كجواب عالم كاس اما المؤمن مؤمن كالهي وحا لوغ سو بندغيا فكالغائب وحن يا سيدي نين سفر كو مقنا او يرجع الى اهله حاسكي سي عروتي سي اسو لابتي مخو رجينيا ان لا سو دوي فرحد هبين كاس نو حسلي اسلام تا دي بدرك عروت تا دي بدرك غورغاغ بدرك هويدا بدرك ابا ها بدرك او فرحسنيا واكو مؤمن كو سداس مركي الهي لو لابانيا يا اخره. وأما المسيء كي ذنبي لها فكعبد الآب غرور وسيدي أدون بحصدي ويرجع إلى سيده نينكي أدون كوكا بحصدينا حوق لوغ سو علني حفر يا إلا كرباشو أما الله حرو تدبر هذه الحق بشيخ أمورها بلو فرصو اعلم أنك مرت أنك تعرفها واد أكتهي وانا اعرف انه وانا جاي ان اخري نقدم بيسح امورنا سانقنيه لكننا نغفل مرتين نغفل عنه انغو اوق بين هذانا غافل كنهي وان الدير ميس وعدي ان الدير ما يوشخ كذا الله اكبر ارنت بين ان الدير ميس ونتناسها ونسلو سننا ولا نذكرها حس ما دوننا نحسوسنا الا ونحن نحمل مرتين نحمل الجنازه حتى مرتي وحلقيا من مربع انه حصلنا مركن جنازتي قادون يقف كي ارغنا انه سيسنا بل وربما مرتي يتغافل عنها بعض وحاب صورت قال اني قافل كان نقضان اخر يو حسابته من مرتي يسيرون في الجنازه حتى كو جنازه لا صعده باحن يا بلايو يا انت كو دحجره وفتره وحلقسا يتحدثون ايغو اسك شكيسنيا في امر من امور الدنيا ايغو قفكي اخره اسدا بي ادويه كشكيسنيا وهم يرون الموت امام اعينهم يجو اجيده قفكن ان قبر يجلن يانو حد لا حساب تمي دون بل ويحملونه على اكتافهم يجو قفكي كسدا يعني هي دكتودا اما قربهود اي ساسمين وقد انشغلوا حتى في هذه اللحظات لحظات كي الهي كبقي لهاين ميت كي سدان ايا بي مرتي الهي موقين عن هذه الحقيقه هي موقين حقيقه داس التي ذكرنا بها التي ذكرنا تي ونوشاغي بها يد رب الارض والسماوات إله أرلض إيه السماوات كسكله وذكرنا بها نبينا عليه الصلاة أمرت عليه أفضل السلام وأسكى الصلوات ونشر النبي جيني نبت قلية توقفي عن يا رحمة توقف ظهر أن أمرت جود كساحته قال تعالى إلهي وحيل سدوي له نوشل وجاءت وحاتمي سكرة الموت جريدي يعني هي سكرات كي جريدة أو تمي بالحق قف كسته ذلك كاسبال لما كنت وحي أذهد وإيه منو حقي ستحيد مثك عرره وأنا أقول سكرات الموت فالموت له سكرات جيرده وحيل هذه سكرات يحنون وله كربات وحيلهم كرب يدباته
حتى قال الرسول كوري صلى الله عليه وسلم حتى قال رسول رب السماوات ربي جي سماوات كلها الرسول كصدري ويدي. والحديث في صحيح البخاري وكسوية هاي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بورسي كان النبي نبي وحوها يمد يده في قدح بهما نبي مركو سكرادي وحل صاعق لجويل بيقب وبكشران مركاسا جعنتي سبيا جلناي ويمسح العرق وحيس كتر ترى يديدك حمضة هاي هي سكراتك عن جبيني مرتي عن جبينيه اللي بدي صلفور بكتر ترى الأزهر قروح بدن وبح الأنور النورية ويقول وحلها لا إله إلا معبودة مرتي بحق إلى حق الوعاب دا مجري إلا الله إله موياني إن للموت جريدي وحوصوا سكرات سكرات موت بوصوا نبقوا يعني مرت سكرات كي قفتي وتقول عائشة وحلالها والحديث في البخاري بكسوين هاي يو غيره مات النبي نبقوا وحو جريودي وإنه لبين حاقنتي إساقوا كسوين يعني لونتي إذا يو ذاقنتي معناها قركيغا هل كان قركيغا لون تايدا دحدودا اسو رسول كو كسوغان او لابتا اي كو هيسو روايات كلا بينا سحري لابتا يدا يو وخه كسوغنا يو مخان كو دحدا امارتي يو يو مخان كو امارتي ان لوقون تايدا ها ايو كسوغنا باي تري روايات كلا صلى الله عليه وسلم واكو لذلك وحي تري يعني راسه على صدرها فلا اكره شده الموت جيريدا دبكيدا ويلغي مكرهيسن باي تري لاحد رسولك كجدال قفين وجريو ذم كراهيسن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كل النبي قصي الله قفتي هدي النبي كي إلهي سدا سكرات كو قفتي أو جريدو أي سكرات كاس نفط كو بحيسو حاضر من الناس عند النبي كذا صلى الله عليه وسلم لقد اشتد الموت على الحبيب صلى الله عليه وسلم جريدة رسولك بالوقت كي حاضر من الناس عند النجا رسول كنا يعني هدم بيجي سياره كيد ما بوالا رافي هذا نوح استرجاد بكو هليا لأن إسقوا مؤمن قفك إسقوا مركا منافقة أما قالك وأبو كسي حجرة إقابك يعني هي وحلو قبل هذا يا سكرات الموت كل عياذ بالله آه ثم آه لو وجدت شيطانا عند رأسك وودي وحيدي مرتي آه ثم آه لو وجدت شيطانا عند رأسك قفك مركو طاهيو هدي أتكه شبو الشيطان ماذا حاجة تاجن أعادني الله وإياك من ذلك إن أنا جاي إذن كبير هيد كبد بادي وشيخ يدي يعرض عليك دينا آخر يسوي الدين كلا كوسو بندق أيام كات سكراته غير الدين الإسلام أن دين الإسلام كاهين في هذه الكربات أضو كربلا كوسوغان وفي هذه السكرات أضو سكرات أي وفي هذه القمرات أدي وجد الرضا حنوك كوسوغان كل بامير بليس حاضر لأن إبليس كمرك قفه وجيريونيو أيو وجد دال بدنيه إنه توبد كسيتيو أو أظن ما جعيلة هي كل من أما التوحيد كي كل من أما الدين تي بكشك سنة ووحك لقلبي أكسو طوري إن أدي ما تأيو دوني يا سيد نار تولج شو والعياذ بالله وقد استدل بعض أهل العلم علماء ذو حيود لشدين على قضية عرض الأديان إن شدين تو أي قفك الدين كلو صوبر نجان مركي النفط قبطه على بعض الناس بركوت أثناء الموت مركي جيريون جان بما رواه المسلم حديثه مسلم وري من حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله باسوا ساري انه صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحي ان الشيطان شيطانك يحضر وصو حاضرا احدكم يتكين وصو حاضرا عند كل شيء ان شيء كستمرك قبنايو هداد وحنيس يدد وحبيس يدد حاسك او تغيس يدد هدليس يدد شقينيس يدد حون سنيس يدد جيريونيس دقيقات كست شيطانك كل جوغا. لذلك أيال الدنيا قفك الدقيقة كستا إنو الشيطان كإسكا إلا عليو إلا الشيطان كو حدونيا إنو كو واحتراريو وحدونيا إنو كو سمبريرحيو وحدونيا إن إساقون إلهي رالي كا عهين إنو لغو أفسدو أو خاتمة دو كاحم أيوه والعياذ بالله ساس بشيطان كدونيا. لذلك وقد سئل شيخ الإسلام وحلويدي ابن تيمية عن قضية عرض الأديان إن شيطانك وددك مركي لمن ينكو تداله سنت إسلام كدينا هنا يقول تعال على من يموت وهو على فراش الموت مركو جريدي فراش يساري فقال أحد ابن تيمية من الناس من يعرض عليه الأديان نعم ددك وحكم إذا قار ديمك لو شيطانك صوبانديكو ومنهم الله تعرض عليه الأديان يقار وكقوص تيون أودي كريم بليسكو لأن نبي جنيو كليو شيطانك ما بقى أودي كربا حتى شيطانك قرائنته ونبي جوا ديك سنشري
نبي وحو يري ما من أحدكم إلا ومعه قرين ما جرى قف إذنك إذن كمدا إلا شيطان كويني شيطان قرين أوه أو يعني هي مارتي جنك أنا الأركينة بو إنه قدر صداه غير أني بودا أنو كيجي محانك هذا مارتي يعني هي و إسلامي أنت وأنا جي أمري بو إسلامي لا يأمرني إلا خيرا خير مو يعني أحكي لي ما هو الرسول كويدي إنك كوي أن إسلامي أي إنه قدر جن ومرك ثلاثة قشة وكان يعني يكون مشغولنا يا مرك يعني بلو فرصة بلو فرصة يعني وساس لعنة الله عليه وعلى أبو حنيفة أي نبا ويني دكان لما كان ساوي حول شيخه لعقبا وايو دكان كميلا كدقينا قرن ما يلعقتي وانا نقبا هاني محان يلا قرآن أنا نخستي سان يلا لعقتي نما هلا عليك حدا ميل دكان كيغا يو على قري هيغا ميل بان يعني لا مرتي أي لعقتي دقي ما نقرن يو سان يلا لعقتي نوانو باهاني أبو حنيفة قصده وحلو رضو شيطان كل صعودة إيه مركا ديجي سي أركا يبا كو شيقي ورد صلاة قلبو اللي بركا عضو سنة قل ورد صلاة قلبو إنكي با صلاة دي قلي مركو صلاة دي قلي بو شيطان كو شيقي سو ديجي هالكا قلي مركا سو انتو كبعي لابدي رقبو الشيخ وكرو مركي بي سيقاي شيقو وكرو مركا لعاك تسو ساري لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك إبليسكو نين كان ينو لعاك تهلا دنبا وجرته لكن لو ده دنود بويجي دنت آخرة يا صلاة دن إلهي بقلوتو كده سوما إن صلاة دي أنا دي إلهي قلتو كان إيه وقت كا قال كا كالوم يو إيه إن الدنيا دن محان كورا دون باتي ستين أتشو وحوقي الدنيا دن أنا مع اللهين لعنة الله عليه سمارتي مركة إبليس كا وحوري شيخ الإسلام تيمية قارنا ويكوكو ليستينو وحبا خير مو يدي شرب ما أمري كرو قارنا وحويان وحيو صوبان لغان يعني مارتي إني توبت حما كل إنسان يد أديان كله إني قاتان وهذه جملة من فتنة المحيا والممات وحنا كم تهي لبدا الجملة إيه رسول كويري صلاة كستاء تحياتك كم ما جن يعني هي فتنة جيردة هي فتنة نلاشة هي كم تهي فتنة نلاشة هي فتنة جيردة التي أمرنا ونعري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعاوذنا كما أنجل بالله منها في صلاتنا ورسولكم حين أمري كما مرت منها وحكم مرت ما في مرت ما في حديث صحيح ان مرت ولي امرنا وحنا امري النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ ان كما انقل في صلاتنا صلاه ديدا من اربع نفر من عذاب جهنم صلاه كسا عذاب جهنم كما انقشا التحيات كدي ومن عذاب القبر عذاب كقبر جنواني الله كما انقشا ومن فتنه المحيا فتنه ذا نلاش اللجو في النوبة الدين تلجج في النوبة اللي قفك هدو الدين تكتجو أما الدين تي فضيسته أو الربا يا مصيبة يا حمان يا دين حمو يا محن كل حسد يا آخر الآن يا عبادة يا كبا بلا يا كبارتي يا وكل أو وحوي الدنيا دي بكو في النوبة ومن فتنة المحيا يسوي نول بو في النوبة والممات فتنة جيردة جيردة فتنة إلى الهيو مركو قف جيريون يهدي توبت حما قفك وكل انتو او ابليس وكو ليست قفك ان مؤمن هين ان او اخرته او ان كلمه التوحيد عرب كيسا اودي كرين انو كو دواقو تاسنا وحوي ومن فتنه الممات قفك جيريدي سي بو كفد نوبي والعياذ بالله ومن فتنه المسيح الدجال من فتنه الممات كو حلمده قفكو اسغو عمل حنقة انت كو هيا انو دنتو قفكو سوى عمل حن قعنت كوهايا سوى هي سيو دنتي سوى قاوم بو دنتي سوى محل دا ربع عن يو دنتي سوى محن كورا دا حمان فرح كل شراء يو دنتي سوى دجال كل شراء دجال سوى كل شراء دجال خسنا ودجال بعد ليه هاي القاتل والمقتول في النار كله كلا دلو يك واحد لابن النار توي أيو دنتي يعني وحكم أنت وافد نظا ما ماتك يعني قفك يو كوفي النوبة مرتي جيري دي كوفي النوبة ومن فتنة المسيح الدجال هذا بلو فرس وحيا بقى الله لما قالوا حكم ده دجال نيك الله يرحمه النبي الله عيسى دري دونه في النديس لا نضد كم معنى هذا الدجال ومن دونه هذي بلايين يهين وح إلى هاي قلنا حريص موية بلايين كبا دجال معجزاتك إلى هاي ودونه يو أنت و يعني استمرت وح الله يرحمه استدراء وح الله استدراج معجزة ما هو استدراج وحيا بقى معجزة أو يعني أود أهباء إلى هاي سين دون الدجال رب سودين أو محنك ردد إن تيبو صون نولين
oo kunuusta adduunka iyo waxa nimcataa loo dhan buu soo saaray, oo bini aadamka o dhan boo dhan ilaahay baan ahay, oo dadko dhan baa maarata ilaahaan u caabudi doona, ili waxay ku raacaan baaba haystaane. Qofkii aan iimaan lahayn markaa dajaal buu moodaya maarata inuu ilaah yahay, waliyaadu billah. Wamin fitnat lmasiixi dajaal, ilaahay wax lagama galo wey. Qaala cabdullaahi ibnu imaam axmed, imaam axmed wiilkiisa cabdullaahi wuxuu yihi imaam ahlusunna, xadartu waxaan soo xaadiray wafaata abi axmed ibnu xambal baa geerida kusoo xadirta, fasamictu waxaan ka maqlay aabaha yaquul isagoo leh laa bacdu laa bacdu laa bacdu, maya weli maya weli maya weli isagoo leh. Falamaa afaaqa qultu, markuu aabahay koomadii kasoo baxay ilay sakaraatulmowt baahaye, waxaan ku yihi yaa abi aabow, maadaa taquulu maxaad lahayd? Qaala wuxuu yihi maadaa aquulu yaa bunaya, maxaan idhi ii sheeg. Qaala wuxuu yihi tushiiru biyadig, gacantaadaad wax ku tilmaamaysayo, wa taquulu waxaad lahayd laa bacdu, weli 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 weli. Qaala wuxuu yihi yaa waladi, shaydaanun shaydaan baa jaalisun soo fadhiistay, bimuxaadaati ra'sii, madaxayga hortiisa ayuu shaydaanka soo fadhiista, yaquulu li wuxuu igu lahaa laqad futanii yaa axmedu, axmedow waad iga fakatay, axmedow waad iga fakatay. Ila axmed imaam axmed waxaa ajilada imaam aimada waaweyn, waad iga fakatay. Waana aquulu waxaan lahaa laa bacdu, weli kaamaan fakan, weli kaamaan fakan, weli kaamaan fakan. Oo maxaan u jeeday buu yihi xataa amuuta cala tawxiid, ila weli maan dhiban buu yihi ilaa, yacni waxaan ogaa buu yidhi inaan markaan tawxiidka ku dhinto un ee khaatimada khayr laygu khatimaan ogaaday ilaahay inaan aaday inaan markaasu ka fakaday maan ogahay. Marka waxaa lahaa buu yihi weli kaamaan fakan intaanan tawxiidkii ku dhiman ilaa waan iga noole. Marka waan wada hadlaynay buu yihi shaydaankii lacnatullahi caleyh. Qisadan waxaa soo saaray imaam Bayhaqi, waa shucab kusoo saaray, Abu Nucaymna Filxilya ayuu kusoo saaray, Ibnu Casaakirna wuu soo saaray. Waakay laxdatu min ashadi laxadaat buu sheekhu yihi, daqaayiqa ugu adag daqaayiqada aynu nool lahay wahiya laxdatu sakaraat, waa daqiiqada aynu sakaraadayno, walkurubaad kurbada iyo xanuunka ay nahayso. Qaala tacaala ilahi wuxuu yihi wajaat sakrat lmowt, sakaraat lmowtkii baa yimi bilxaq, iyadoo dhab ah. Hal taclam ma huwa alxaq, yacni dhabtaa miyaad garanaysaa buu yihi alxaqu annaka tamuut, waxa weeyaan inaad dhimanaysaba xaqa waa inaad ogaataa. Walkullu sayamuut, waxa adduunka joogaana way dhimanayaan. Wallaahu xayun, ilaahay keligii baa noolaan doono, laa yamuut, aan dhimanaynin. Walxaqu, xaqa lagu sheegaya waxa weeye an taraa inaad aragto cinda mowtika almalaa'ikata araxma, malaa'igtii raxmadaa ku imanaysa, aw malaa'ikati alcadaab, ama qofkii muuminka ah malaa'igtii raxmadaa markiiba qaadanaysa oo wuu arkayaa dee. Wajaa'at sakratu lmowtu bilxaq, xaqaasi muxuu noqonaya? Malaa'igtii raxmada ayaa muuminkii oofsanaysa markiiba, ama malaa'igtii cadaabka ayaa qofkii munaafiq ahaa ama gaalka ahaa oofsanaysa, walciyaadu billah. Walxaqu, sida xaqii waxa weeyaan buu yihi an yakuuna alqabru, qabrigaagii baa wuxuu noqonayaa markiiba rawdatu min riyaadi aljanna, beer beeraha jannada ka mid wuu kuu noqonaya, aw xufratu min xufari niiraan, ama wuxuu noqonayaa goob ka mid a meelaha naarta lagu huriyo. Dalika maa kunta minhu taxiid baa lonaya dabeedna, qofkii naarta ay ku noqotay qabrigii waxaa lonaya waxani waa waxaad ka ordi jirtay inaad rumayso. Dalika maa kunta minhu taxiid, maa kunta tahrub wa tajri wa tafir, waa waxaad ka carari jirtay, wa tajri ka ordi jirtay, wa tafiru aad ka maaratay yani baxsan jirtay, taxiidu ila dabiib, waxaad islahayd u carar xagga dhakhtarka, id jaaaka almaradu khawfan min almowt, maxaynu samaynaa markaynu xanuunku inoo yimaado aynu u dhiman lahayn dhakhtarka inuu yacnaa. Wa taxiidu ila acaam, cuntadaynu u cararnaa, idaa xasasta bijuuci khawfan min almowt, markaad gaajotaas tirahda gaajaad u dhiman cuntaad ku carartaa buu sheekh. Wa taxiidu ila sharaab, cabitaan baad u carartaa, idaa xasasta bidama, marka aad haraa dareento khawfan min almowt, adoo ka baqaya inaad haraad u dhimato. Uma maada ayuha, wuxuu yidhi maarata qawiyu lfataa, dhalinyaradii nin xooga badan low, ayuha dakiyu, ninkaaga caqliga badan ee cabqariga ahee abwaanka ahow, ayuha alkabiir, qofkaaga weynow, wa ayuha saqiir, qofkaaga yarow, ayuha alqaniyu, kaaga qaniga ee xoolaha haystow, wa ayuha alfaqiir, war kaaga aan waxba haysanow, ayuha saxiix, kaaga caafimaadka qabow, waya ayuha almariid, war kaaga bukow. Maxaa lagaa rabaa gaba yarbu sheekhugana wuxuu yihi kullu baakin, mid kastoo ooya aabihii iyo ilmihiisi iyo xaaskiisa ka horreeyay u ooya, fase maaratay fasayubka, isagana waa loo ooyi doonaa u dhimanaya. Wa kullu naacin, mid kasta oo geerida iyo tacsida reerkooda goobjoog ka ahaada maaratay, fasayuncaa, isagana marbaa dadka looga tacsiyadayn doonaa. Wa kullu madkhuurin, mid kasta oo maxaan ku dhahdaa mid kasta oo la kaydiyaana, fasayufnaa, u dhammaan doonaa maal kastood kaydisa.
وكل مذكور ميد كاستو ولا حسانه سيونسا مارتي ولا الاوي دونا قف كاستو ولا حسوستا مالين بالا الاوي دونا مركو قبرك قالوا ليس غير الله مارتي يبغي مجر عد باقي نغنيسا الهي مو يعني من على فالله مارتي من على ميد كاستو او كور اسكيلا فالله اعلى الهي با كسر ريبولو مارتي يعني قف كاستو او علوي يا مارتي سريسي مارتي سريسين وصاحبي مالين بو هوس نغنيا الهي بانا اوغو سريو ان ولي جيبا اسقو كره ان هوس نغنين انظر اليه اللي ترى ضعفه في هذه اللحظات ايك بو يلي يعني هي ضعف دقيقه قف وجيريون اي قال جل وعلا الى يحل كلا اذا بلغت التراقية كلا ارنتا كا اول او كا جوغي اذا بلغت مركي غادو نفتي التراقية لبدا كالحمود مركي سو غادو iyo dhuuntii markii nafti soo gaadho waqiila la yidhaahdo maraaq waryaa loogu yeedha yaa dabiibaya yaa cashar u tufaaya yaa qur-aanku akhriyaya yaa dhakhtara wadnuhu bukaaya yani qofkii dhakhtarkii wadnaha loo geeyo kansar buu qabaaya kimiterabiha lagu maarta lagu shubo waqiila maraaq raaqa waxaasoo dhan baa la yidhahdaa yaa wuxuu taraaya wadanna ay yaqiinsadaan annahu lfiraaq uu isagu yaqiinsado inuu ilaahay xaggiisa aadayo oo la yidhaahdo dhakhtarkiiu yidhaahdo baa khalaase iska daaya iska daaya waltafati saaqu ay fuusho adinkii bisaaq dhudhunkii uu dhudhunka kala fuulo ilaa murqyadiisii oo dhan baa maaratay dunya ilaa rabbika rabbiga intiiha baa la yidhi ayaa yowma idin maalinta almasaaq qofka xagga ilaahay baa loo wadaa waa daqiiqada ugu dambeysa wa futixa assajlu waxaa la furaya kitaabkiisii ونشر الكتاب كتاب كيسيبا مارتي يعني وفتح السجل وراقيبا الله فريا وحلقي قرشري ونشر الكتاب كتاب كيبا الله فريا وإذا به فلا صدق لابد قف محيك لنقونيا كي منافقة هما قالك وحا وقرهي فلا صدق كونكولوشن كإيو قبل قبل كتاب كيسا مرايكتو يكسا وقرت محايد فلا صدق مروين ولا صلى منتو كنشرين ولكن كذب وبيني وتولى حقي إلهي بو اسكا جيستي أي أعرض وكذب بآيات الله آيات كي إلهي هرو جيستي كتاب كي سينا وبيني وكذب بأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول كان وبيني أعرض عن الحق حق كجيستي وحاد عن الطريق طريقنا وكله أي الله جهل يا كتاب كي سي كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق ابن عباس وحيري قيل من راق وحيري إذا بلغت نفسه مركا يعني نفتي سي اي قادو ها يرقى بها يعني اذا بلغت نفسه مرت يرقى بها ان لو تفو او يعني مرت اما يرقى بها يعني سر لو قادو قالت الملائكه وحي اورانسا ملائكتي ما يسعد بها تو يا قاضيه نفتي سي ملائكه الرحمه ورما ملائكتي رحمه الله صدره او ملائكه العذاب واكو تفسير كاس ابن عباس با مارتي صوصا مارتي لغوري مارتي أخرجه الطبري في تفسير لسورة القيامة وعزاه السيودي في در المنثور لأمن الدنيا في ذكر الموت وابن حاتم وهو تفسير مارتي سورة داس من طريق عمر بن مالك عن أبي حوزة عن ابن عباس يعني هي يسوق ابن عباس كفة سكرية وقيل من راق يا يعني هي لا يا مارتي يا سمد لا هذا آية أو ملائكة با وحرنسا ورن أدون كان نفتي مرت ملك الموت يا وانتي ساي كسارتي ملائكة أوتمي ما ملائكة الرحمة ده وإله الرحمة دي سبع الله عرية مس ملائكة أوتمي وملائكة النار تو عذابك يا عر إله بالله الله عرية والعياذ بالله يا رب سلم سلم إله النبض إله النبض إله النبض يا قال جل وعلا إله يحول ملك لا يسوى نوف سرايا يسوى أرنتك ورمايا إن الذين قالوا ربنا الله مؤمنين تكون ها إن الذين كوي قالوا لي ربنا الله إلهي ومارتي ربك يا وألي ثم استقاموا دبدا أن التوحيد كتوس نعضي إلهي دا عديس كد ذالي توبدا إيه استغفارت بنا تتنزل عليهم الملائكة ملائكة باكسو دقيسة ملائكة أسوائيو وملائكة الرحمة ملائكة الرحمة دعوة مالسة ألا تخافوا محي كورنيا هبقنينا ولا تحزنوا همرغونينا وأبشروا بشاريستا بالجنة جندك بشاريستا التي كنتم أهيدين توعدون تيلايدين بلان قاضي نحن أنه أولياؤكم أنك تلكينا حكتدين أنك يعني حدانو نهي ملائكة الرحمة أنك حكتدين في الحياة الدنيا
adduunyada markaad joogteen yacnihi malaa'igta raxmadu xigta idin ahayd, wa fi laakhira aakhirana annaga xigta idin ah. Walakum fiiha, waxaa leedihiin jannada gudaheeda maa tashtahi anfusukum, naftiinnu waxay doonto oo dhan. Walakum fiiha, jannada gudaheeda waxaa leedihiin maa tadacuun, wax allaale waxa aqligiina kusoo dhaca ee aad doontaan. Allahu akbar. Nuzulan, maxay arrintaasi ku timi? Waa martisoor ka ahaaday min kafuurin, ilaah dembi dhaaf badan oo raxiim raxmad badan. Suuratu Fusilat bayna kusoo maray. Maaragtay fa ahlu liimaan wa ahlu listiqaama, dadkii iimaanka iyo toosnida u saaxiibka ahaa, tatanazalu calayhim malaa'ika, baa kusoo degeysa min allah jala wacala. Yaraa malaa'ikata, yaraa muminu malaa'ikata, ayuu arkayaayo maxaan ku dhaha maaragtay, yaraa muminu malaa'ikata tathbiit, malaa'igtii sugaysay ee u bushaaraynaysay ayuu arkayaa. Yaa lahaa min laxadaat. Xadiiskaasna dee Bukhaari buu ku yaalayana caaisha ayaynu maaratay, rubamaa yucaayin maa cadda allahu lahu fi maaratay fii jannaati naciim, wixii ilaahay u diyaariyey baa isagoo weli naftii aan laga saarin oo malaa'igtu u bushaarinayso oo u dhexdeenna yaallo ayaabu arkayaa baa layidhi. Fii laxdaati, tilka laxdaadkaas. Haa, lidalika baa rasuulku wuxuu yihi, yaquul nabiy sal slam kama fii saxiix saxiix, xadiiska Bukhaari ku yaala, ladii maarata xadiiskii saxiix ahaa, Bukhaari kuma yaalay, ibnu maaja soo saare, rawaahu ibnu maaja wagayruhu min xadiisi abi hurayra, almayitu buu yihi rasuulku, ninkii geeriyoonayay, qofkii geeriyoonayay, taxduruhu lmalaa'ika, malaa'igtii baa u imanaysa, ay cinda almowt, faida kana rajulu saalixan, hadduu qofku saalix yahay, qaalu waxay ku odhanayaan, ay qaala malaa'ikatu maaratay liruuxihi, malaa'igtii raxmada ruuxdiisi waxay ku odhanayay naftiisii, oo khurujii soo bax, ayatuha nafs, naf yahay soo bax, adayiba wanaagsan, kaanat waxaad ahayd, fi ljasadi ayib, jirkii wanaagsanaaye, cawrada asturi jiray, nijaasta iska maydhi jiray, ilaahay darti u cadeyn jiray, ee salaada iyo weysada laasimi jiray, ee janaabada iska maydhi jiray, ee xaydkii iyo nifaaska iska daahirin jiray, addoonkii iyo addoontii wanaagsanayd ee ilaahay dartii wixii uu ku amray amaradiisa soo qaadatay, ee caloosheeda xaaraanta ka ilaashan jirtay, ee afka hilbaha dadka inay cunaan ka ilaashan jirtay, ee xasadka qalbigaaga iyo naftaada ka ilaalin jirtay, qofkaasaa la yidhaahdaa qofka saalix ee, waxay odhanayaan maaratay, ayatuha nafs, naftii adayiba wanaagsanayd, kaanad waxaad ahayd fil jasadi jidh, adayib wanaagsan oo xalaal ku koray, oo xumaan laga reebay, oo dahaara ku koray, oo khubsi iyo qudhun laga reebay, ukhrujii soo bax, xamiidatan adigoo ah yacnihi mid la mahadiyey, oo ilaahay subxaana wa tacaala yacnii maaratay mahadiisa ilaahay uu ku siin doono, ukhrujii soo bax, xamiidatan adigoo ah mid yacni maaratay ay maxmuuda mid maaratay xamiida ah, wabshirii bushaarayso, birawxin waxaad ku bushaaraysataa, waxaad ku bushaaraysataa yacnihi udgoon ku bushaarayso, iyo wareexaanin yacnii janno ku bushaarayso. Tafaasiir badan baa ku jirta birawxin wareexaan, suuratu lqaaf aynu kusoo maray tafaasiirta ku jirtay. Warab maaratay warabbi raadin, usoo bax rabbi kaa raaliya, oo gayra qadbaanin, aan ku cadhaysnayn, aan ku cadhaysnayn. Waxa kale oo Bukhaari ku sugan sheekhu ruwaada ma keenine, rasuulka sallallahu alayhi wasallam caaisha rasuulku inuu ku yidhi, inuu rasuulku ku yidhi dadka muuminiinta ahi waxay jecel yihiin ilaahay la kulankiisa. Markaasaa caaisha waxay tiri, yaa rasuul allah, kulunaa yakrahu lmat mowta, dhammaantii geerida waanu necabnahay, qof muumin oo anigu inuu dhinto rababa ma arage, see baanu u jecel lahay. caaisha ay arrinku sidaamaaha buu yidhi, ida stuxdira axadukum, midkiin markay malaa'igtu kusoo xaadirto iyadoo naftiiba ka saarin, ayaa wuxuu arkaa baa la yidhi, oo ay malaa'igtu ugu bushaaraysaa oo la tusaa yacnii makaanka uu ilaahay agtiisa ku leeyahay, iyo jannadiisa iyo khayrkiisa baa halkaa laga tusaa. Telefishan baa loo daaraa, welina muu geeriyoon. Markaasuu farxaa, markaasuu ilaahay la kulankiisa ku farxaa, markaasuuna ilaahayna wuxuu jeclaadaa inuu la kulmo addoonkiisa. Allahu akbar. Ama qofkii dhaalimka ahaa, faasiq ahaa, kaafirka ahaa, munaafiq ahaa, marka lagu soo xaadiro wuxuu arkaa yaraa makaanahu cinda allah, ilaahay agtiisa halkuu ku leeyahay cadhada iyo ciqaabka iyo qabriga iyo masiibada ka horreysa ayuu arkaa baa liyidhi. Markaasaa fayakrahu liqaa'a rabb, inuu rabbigii la kulmo nacaa, oo fayakrahu llahu, ilaahayna wuxuu naqaa maaratay, fayakrahu llahu ilaahay maaratay, fayakrahu ilaahay wuxuu maaratay, wuxuu ilaahay nacaa, fayakrahu maaratay, fayakrahu llahu ilaahay wuxuu nacaa, liqaa'ahu addoonkaa xun ee maaratay ilaahay nacaynu la kulmo, ilaahay inuu la kulmaa buu nacaa, nacatooyadii adduunka gudihiisa ka dhacdaa, waliyaadu billah. Walaa xawla walaa quwata illaa billah,
إلهي وحن ويدسانينا كوا إلهي عدديس كباقصدي إيه إلهي إيمان كيسة إيه محن كره هذا خير كيسة سيئة إلهي كفر حي إلا كلا كيسة إنه إلهي نجي له سورة فجر مرتي سورة وين يوك صامري والفجر آخر كذا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلوا جنة وادخلي الجنة وين صامر إن لرنية نفي هاي يعني حسلوني أدون كي لبك بدن يا خير كعبادة يا مشقة إلهي نفتي ذا لسه هالجنتي شيدان كله هالجنتي إيه وناكسني يعني وحوي مرت أيتها النفس المطمئنة إيه حسلوني ارجعي إلى ربك ربي قال أصلى الله إلهي بإله تعالى يلا كل ما يني إلهي بإله كل ما ارجع إلى ربك راضية أدي ورالية أو مرضية لغير عليها فادخلي في عبادي أدوم دي دوان أكسن يا جنة دي سوغل أو ملائكتي كمتها أو كوي مؤمنين تهاي لو سير راح يا جنة أي شارك كن نقوني أنا كمديهين مرتي فادخلي في عبادي وادخلي قال جنتي جنة إذا قال الله أكبر. لذلك سورة وحين كصام الرئيانا سورة محن كرة أما آخر كذا نحن كصام الرئي التفسير كان وحين كصام الرئي ذا نفتي يعني هي محن كرة ذا نفتي باب أهيد مركي أركتو وحي إلهي أكتس يلم حيرنيس وحيرنيس والعياذ بالله وحيرنيس ماركتي يا ماركتي يا ليتني كنت تراب أبي كسوقي بجمينيس فيومئذ لا يعذبه عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ساسي مارتي هي تاسواتي وهو الفجر لكن يعني سورة مارتي عما آخر كده وحين كسامر يسوقوا نينكي قال كاها أما منافقها مركو دروفتي سي حالتي مارتي أركو على عليا او ورنيا يا ليتني مارتي يوم مارتي مانتي قالت ورنيا يا ليتني هو جيجي مارتي كنت ترابا من هذا عيد ما لي الا من يعني انا نشرين بلاهين مارك ظروفه وكلا عديهن قف كان مانت عاقل كان وحل الدنيا قوان صحه انو قاتو اللهم اجعلنا من هؤلاء الاصفياء وشيخ ويلي الهم نقي الكوا مارتي ادورتي الاتقياء اديك كاسي عفصده مارتي شيخ وحولي وستنعرف مرتي وسنتعرف وحانو تعريفين دونا بالتفصيل سي محن كرادا بلادن على هذه الكلمات في الفصل القادم فصل كان إن شاء الله أسأل الله جل وعلا بالشيخ أن يختم لي إنه يقو ختمه يولكم بالتوحيد توحيد كإنه يقو ختمه مركين لبان إنه يول الإيمان وأن يرزقني بالشيخ ولو إياكم حسن الخاتمة مركة وحكب لها بمركة شيخ خروج الروح قفك سكرات الموتك وحكب لها ما وكحجة نفتي وبحدي والعياذ بالله. لذلك الشيخ وحيلي مرتي ومرتي توقفنا في فصل السابق فصل كي روحي نكور نقولي يعني عند هذا مرتي مشهد المهيب أرنتن مشهد كان يجوب جوجن المهيب اللي جبقى إيه مرتي الرهيب عفسد بدن الذي يظهر فيه بجلاء تنو مرتي أي مقانس السعد ضعف الإنسان إنسان كضعف يسوع مقانيه مهما كانت قوته سكست إنسانكو مدح ونقض مدح وينها النقض وحوين قفكم مركا أي جيرد التمادو أي إلهي أفسنا أيه وقفه قد عيسن والعياذ بالله قفه قد عيسن ويه ومهما كانت ما كستوي نقطة صدوته أود لهان شري انت يدون طبعا لكاته ومركزه يعني حرمه وحكومه شري انت يدون بها لكاته ومكانته مدح نماذا وخلقه لحيث كله انت يدون بها لكاته وهو على فراش الموت مركا وجيرد فراش كذا صوفه له تراه وحضر كسا إنسان ضعيفة إنسان ضعيف جدا آذو ضعيفة قد فقد كل الأسباب سبب كستو حوق مكي هوري وكلها وواية وضاع منه كل شيء شيء كستو كلمية ها هو هارون الرشيد هل كان شيخ وحينا وكان اتصاله نين كمدا دادكي اوغو ملك قبضنا مسلمين تا دولدي عباسيين تو مركي وحوق قبضنايد اوغونا تكنولوجيا قبضنايد وحا حكومي تانين لرنجر هارون الرشيد الذي كان يخادب الصحابة اوديسا اي اتصالك سو قاديو ضرور با مالين كسو مرتي عراق هي مقالة سي بغداد في كبد السماء أيو أجي بغداد بو أيو أجي ويقول الله وحكولي ضرورتي بالله الله أيتها الصحابة بول ضروري هاي في أي مكان شئتي فامدري ماشى دونتو كدا أبول ماشى دونتو بيها وهات تجان فسوف يحمل إلي أنا قال لي كين دونا خرجوكي واحد صارت إن شاء الله تعالى ورنتي لأن هارون الرشيد وحكومة مرك الله جرب جزيرة العرب سكداف حاجة يمنقول يمل شيء نقوله بحكومة وبيجي جيحون يسيحون على جد معنا حكومة لنا عو حكومة مرت كسخستانية يعني حدود الراشية اللي تشيشنيا
iyo dawladaha hadda yani balkaniska la dhahay yurub ay imanka rashiyanku barhaystaan baa ay xoreeyeen ee lithuania iyo maxaanku dhahdaa maaratay latvia iyo maxaanku dhahdaa albania iyo yani maaratay waxa maaratay islaamka xukumi jiray allahu akbar yani black seagan iyo turkiga iyo dhulkan oo dhan maaratay islaamka xukumi jiray dhulkan imanka yurubta bari sofia magaalada la yidhahdo maaratay bulgaria iyo romania iyo islaamka xukumi jiray meesha la yidhahdo maaratay nimanka la yidhahdo armenia iyo waa tan la leeyahay turkiga dowladda cuhmaniyiga genocide baa ku samaysayne apologize gareya islaamka xukumi jiray xaggaana maaratay south asia iyo maxaanku dhahdaa hindiya ilaa maxaanku dhahaa afghanistan iyo ardu sind iyo pakistan iyo bangladesh islaamka xukumi jiray waa africa waxaan ka hadlaynaa asia yurub jaziiratulcarab iyo dhulka dhexe iskada xaggana africa oo dhan egypt ilaa galbeedka africa ilaa waqooyiga africa islaamka xukumi jiray balka war waa adduunka oo dhan marka daruur ciraaq soo martay buu baladugu cirka qabo meeshaa doontaba ku da wixii dhaqaale kaa yimaada anuu i iman doonaa buuhi waa tusaale wayaquulu lahaa ayatu saxaaba uhi fi ayi makaani shita famdiri fasawfa yuxmalu ilaya kharaajuk wixii kaasoo baxay dhaqaalaha insha allah wuu iman doonaa buuhi hal taclam mawti wuhi akhi macna hadi lkelima inahu yuriidu an yubayina linnaas dadka wuxuu caddaynaya haruun rashiid sicatu mulkihi mulkigiisu heerku gaadhay undur eeg buuhi ilaa sicati mulki haruun rashiid waa kow falamaa naama markii uu seexday calaa firaashi lmowt maalintii dambe geeridii baa u timi balu dhegeyso haddaba waqtalaba alajal markii ajashii soo dhowaatay wa aqbalat innihaaya oo arkay inuu dhibanayo baka waa ooyo waqaala wuxuu yidhi maa aqnaa canii maaliya aayaddaasu akhriye aynu ku soo marray yanihi maa aqnaa waxba igama tarin canii xaggayga maaliya maalkayga waxba igama tarin halaka canii suldaniya waxaa halaagsamay saldanadaydii iyo madaxdaydii kow ayna almaal buu sheekhu uhi maalkii mee wa ayna suldaan saldanadii meeda iyo madaxweynenadii ayna almulku mulkigii mee daaca kullu shay shay kastaa waa ka lumay wa asara haaruunu rashiid an yaxmiluuhu markuu arkay inuu geeriyanayo dadkiibuu u yeedho wuxuu yihi ii qaada an yaxmiluu inay qaadaan liyaraa qabrahu meeshuu gelayo inuu soo arko isagoo weli aan dhiman qabrigii baa loo qaaday alladii sayudfanu fiih qabrigii loo sii qoday inuu maaratay in lagu aasi doono bacda hada almilk milkigaa kadib iyo wasica yani maaratay adduunyadaa ballaadhan iyo wa naciimi nicmooyinkaa kadib iyo wa tarafka waxaa la yidhahdaa barwaaqada uu ku noolaa iyo walkhayr khayrka yuriidu wuxuu rabay an yaraa inuu arko alxufra godka maaratay allatii sayanaamu uu seexan doono fiiha ilaa maa shaa allah ilaa qiyaama saaca inta laga gaadhayo yuriidu wuxuu doonayaa an yaraa qabrahu inuu qabrigiisi arko fa xamaluhu way qaadeen fa nadara haaruun wuxuu arkay ilaa qabrihi qabrigii buu arkay iyo ciidda iyo meesha laysgelinayo wa bakaa waa ooyey uma rafaca ra'sahu madaxiisi buu qaaday ilaa samaa samadii buu ayuu qaaday oo ilaahay buu la hadlay wa qaala wuxuu ihi yaa man laa yazuulu mulkuhu ilaahay buu baryaya yaa man mid laa yazuulu aanu zuulaynin mulkuhu boqortooyadiisa iyo wuxuu iska leeyahayow irxam waxaad u naxariisataa man qad zaala mulkuhu mid mulkigiisu suulay waa haruun rashiide ninkii intaa xukumaayey baa imaka mara yar inta lagu xidho ayaa waxaa la gelinaya qabri allahu akbar allahu akbar lidalika wuxuu leeyahay ilaaha aan mulkigiisa suulino intuu samada eegay ila ilaahay wuu inaga sarreeya jalla wacala wuxuu yidhi ilaaha aan mulkigiisa suulino waxaad u naxariisataa mid yacnihi daciif oo mulkigiisa suulay ilaah kaa u naxariiso yaa allah ayna almuluk boqoradi maybu sheekhu wa ayna salaadiin salaadiinti meeday wa ayna alaqniyaa tujaarti meeday wa ayna alfuqaraa fuqaradii meeday wa ayna aldaalimuun daalimiintu maye wa ayna aljabaabira kuwii dadka lain jira maye ayna alakaasira yani boqoradii kisra ee furus iyo boqortooyadii iska maarata iska dhexli jira maye ayna maaratay qayaasira boqortooyadii iyo boqoradii yurub iska dhexli jiray qaysaradii maye ayna aldaalimuuna daalimiinti maye ayna taabicuuna lahum fi lqina yani waa gaba yar buu keena sheekhu daalimiinti maye wa ayna taabicuuna lahum fi lqina kuwii maxaanku dhahdaa fi lqayi dheh wa ayna taabicuuna fi lqay daalimiintii iyo kuwii ku raaci jiray qayiga iyo lunsanaanta maye bal ayna fircawna wa haamaan fircawn iyo haamaankii isu maaratay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare isu ahaaye ilaahnimada sheegtay maye ayna man dawakhu dunya kuwii adduunyada ku dawakhay maye bisadwatihim yacni dhaldhalaalkeeda iyo xooggeeda maaratay wa dakarahum maaratay fi lwaraa dulmun wa duqyaanun oo dadku ay ku xasuustaan dulmi fi lwaraa khalqiga gudihiisa lagu xasuusto
ظلم إني ظلم سمين جيران يا وضغيان ما يبو إلى ما يري هل أبقى الموت موت كميو باقي يا لي ذا عز لعزته مت عز أصحيبه عز جسميو باقي يا لي أو هل نجا منهم بسلطان إنسان أو هل نجا ميو بدبالي منه حقيسة بسلطان من أول صاحبها إنسان إنسان أول صاحبها ما بدبال لا والذي خلق الأكوان بول ما بدبال إلهي أوري الأكوان شريتانك من عدم لأن إلهي كأوري من كل ما بدبال الكل دمانتود يفني ومرتي وبابايا فلا إنسى إنسي صهر ما يأدونك ولا جان جنين صهر ما ي. بل حتى ملائكة صهر إني إلا ما شاء مرتي ربك بالغرابة مرك يعني صورته هوري حتى ملائكة هي جيرد الدمينيسا هذا بلو فرسو أيا عبدكم بوري يراك الله عاصيا أيا عبدكم ورأدون كي نلو بوري يراك الله إلهي وأركا مارتا يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا إلهي وحركا يراك الله عاصيا إلهي وحركا أدون كنو أدون كمارتا يا عبدكم بوري مارتا يا عبدكم ورأدون كي نو يراك الله إلهي وحركا عاصيا أدو عاصيا يا حريصا على الدنيا أو الدنيا كده مرتي كده دارية وللموت ناسية جيردنا إلا وسن الله أكبر أنسيت لقاء الله وحد إلا وذيبول إلهي لكل كيسة واللح والثرى وحكروا دي لو ذي اللحد كل جين لها إيه والثرى عرضي الرئيسي هوست محن كرة أتكم رئيسي ويوما عبوسا بعد إلا وذي ما لندتك وتشجودو ومرتي يعني هي وتشجودو الرسية هي أو أي معنى وتشجودها يعني تبين هاي وجهود فرحية هاي قمن دعية كم وقت أياد مرتي ويوما أبو سنبادي لودي مرتي تشيب فيه نو مرتي نواصية ما أنت أي يعني هي فوده يتمه علمي رأي هذا هو يدا رحم كذا كصوب حي والربع يد اللودي لو أن المرأة حد لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى هديب ويلي أنا وقفك حرا لم يلبث ثيابا مريئا من التقى إله أفسدي سأ واللباس التقوى خير صلى الله عليه وسلم خذوا زينتكم عند كل مسجد بليل مركا إلهي سلاده سي عيد إيا جمعة إيا مساجد هذا سان جماعة إسقرحية بليلو إلهي محان كل هذا مارتي مساجد مريا في عنقاته لكن مريا وحبا إلهي إذن كتر ما يعني واللباس التقوى بليل إلهي أبسيدي إنا مريا كرقتان بخير خير بدن بليل لذلك أبو شيخ وعيني ولو أن وحوري ولو أن المرأة هدي قفكو أدونك إنتو جوغو لم يلبث ثيابا من التقى آنو مريه سكو حرقون عبس إلهي آنو مريه كردقان تجرد عريانا واكو ولو كان كاسيا مركا قبورتا إيو عمل كيسا لقالو يعني هي مريه ومارتي وقاو اسمه اللي نارتا مارتي نارتا اللي فيسا هدي قبرك طاي هدي محانكو لنار مارتي دي آخرة طايبة تجرد عريانا لركا أيو لكتابو لسكو قاوان ولو كان كاسيا مرة كستبها الله صحره والعياذ بالله ولو أن الدنيا تدوم لأهلها بويل هدي الدنيا أي أهل كي قلدي شقي ستي ودايم الهيد لكان رسول الله حيا وباقيا رسولك إلهي بولي باقي لها نقول لها وأدونك تشوقي لها سوى النور ولكنها لقنقية تفني الدنيا دوي دمانسة ويفني نعيمها نعموين كودنا ويدمانيا وتبقى الذنوب ذنوبتي أد قشيد الدنيا ذا كوك قشيد باقي النقنيسة يا والمعاصي معسدي كما هي سدي هي يا النفس قد محان كل هذا أزف الرحيل بول نفي هي وحا سود وادي قد أزف الرحيل إن تعبرته وحقي قبورتي إلهي أدو تعبرته أي سود واتي وأظلك الخضب الجليل وحكو سود وادي خضب ومارتي كسو هريي خضبته أي ملائكتك أخري لهي يا سؤاله الجويدين لها فتهبي وديار قروب ولمرتي يا نفس النفيه هاي لا يلعب بك الأمل الطويل أملك بنتها هي شيطانك يا نكو يارين مرتي أملك رجدة طويل كبنت شيطانك وش هي نفتاده واكو مرتي فلا تنزلن بولي بمنزل ينسى خليل به خليل فلا تنزلن والله يبود وادقي وادقي بمنزل قوب أيادقي وقبرك ينسى إلا وايو الخليل ينسى إلا وايو الخليل كي صاحبكها لإلاوي دون به منزلك
الخليل كي صاحبك هاي لأن الله وضع قفه صاحبك ما كي آسان مركز ساقو ضميسة قبورتي نجية ددتشية فلا تنزلن بمنزل ينسى هذا دونتو التباس لغة عربية فاعلك يا مفعولك هذا يسوي كذا مفعولك على الضميسية فاعلك أنا الله الرئيسية لذلك واحد رضا فلا تنزلن والله والله دكتور دكتي بمنزل منزل دكتي ينسى إلا ويو الخليل صاحبك به منزلك الخليل صاحبك ولو دون مركو جيو عيد كود جوجا ولا يركبن عليك والله يفوشي وفوشي فيها من الثرى حق الرئيس كافولي ثقل مد عليس عيد لوجر عليس كفوشي ثقل كو ثقيل عرس الله أكبر قرنا الفناء بنا جميعا قرنا الفناء يعني وحا لينو فنجلي أو لينو قصبي بنا إنك جميع عند مانتين يعني هي مارتي قرنا الفناء إني نرمانه أيا بنا جميعا إلهي إنه واجب يالي وين رماننا فما يبقى العزيز فما يبقى العزيز مد عزلة نوران مايو ولا دليل مد يعني هي دليه هو فقيرنا نوران مايو أما تاجر نقو أما فقير نقو أما عزيز نقو أما ذل نقو إلهي محولي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحا إلهي مارتي باقي نقول أيما أنتاس إلهي وجهي جيسو أو قرة ذو الجلال والمارتي والإكرام أو قرة أيا باقي نقول أيا قال جل وعلا لحبيب المصطفى ونبيه المجتبى إلهي وحكول نبي جيسي محمدها وما جعلنا لبشر ما ننكي لمد بشرة من قبلك الخلد هذه هرتين واريو أفا إن ميت هداد متو فهم الخالدين ما يجا محل الوارية كل نفس لما أنتو ذائقة الموت نفس لما أنتيت وحي لدى من دون تموتك ونبلوكم حان يدنكم امتحامي بالشر شركي يا والخير خيرك فتنة أي أن يدنكم امتحامي وإلينا ترجعون حقيقة وصلى الله ونسان وقال تعالى له وحولي قل إن الموت جيردي التي تفرون كعرس من حقي فإنه ملاقيكم وينسو قارسا لذلك له وحولي تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم مكي يشتشو اتمادو لا يستخرون ساعة ساعة دبو لعمايان ولا يستقدمون ساعدنا هروغ دعمايان او مارتي يعني ديبنا وغ دعمايان هورنا جيريود او سو مريمايان هلكاس ان كودينيا والله الحمد تبارك وتعالى انغا سلااديد هربان نو سو غشاي وجزاكم الله خير ودا شير غريا ان شاء الله اسمر دافنو بعد الظهر ان شاء الله هادين دونو درسي كلي نو غيلي دونايو كوسابسن دروستيني مخان كودا وبشير صابرين ان شاء الله عاونا وا تفسيركي iyo دروسي كلا marka waxa iyana martay la geli doona xalmananaya ma caawa fataawo ma insha Allah دروس badan bay noo soo socoto isma dhaafno wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid wa jazakumullahu khair